كنا نعملوا تعديل واحصائيه لقوا النساء يمثلوا ولا البنات بصفه عامه يمثلوا اكثر من ثلاث ارباع نتاع الذكوره. شنو الحل هنا؟ نسيبوا الطفله تاع الزوجات كيف انسان يقدر عنده امكانيات عنده فلوس عنده دار نجم ياخذ ثانيه. انسان ما عندوش ما نجمش باش نحلوا المشكله سينو راه باش ندخل في متاهات اخرى. الطفله كما تخش راجل ما عندها احتياجاتها هي الانسانيه واحتياجاتها كل شيء تتلزم تمشي تعمل في الحرام. سي بور سا اللي يلزم نرجعوا نعملوا نظموها ونرجعوا مش تعدد الزوجات معناتها الانسان نجم ياخذ زوجتين اذا عنده امكانيات. يعني ولا نتعدلوا مستحيل وما ثماش عدل عنده امكانيات ماديه خير ما خاطر كل راجل نصوره في تونس عنده واحده ولا اثنين متريس هذا متاكد منها من غير ما فهمتني. عاد كي انت قلت لي نعطيه مراه في الحلال مراه ثانيه وتولي ثم كونكيرونس زاد بين النساء ما تنساش حاجه اخرى مراه تبدا راقده على راجل تولي تعمل اللي تحب تبدا عندها كونكيرونت تولي هي بدها تزين وتعمل فهمتني تولي باهي ساعات كونكيرونس تجيب نتيجه فهمتني هذا رايي. انت قلت لي عندي ثلاثه بنات تزوجوا وحده تزوجوا وحده مازالت وحده مازالت مع انك تعطيها كزوجه ثانيه او ثالثه بالطبيعي كان هي تقبل عشان ما نقبلش شكون هي باش تعيش مش انا راهو انه فرصه ناس ما يقبلوش انا كاب راه حل خير ما تقعد تقول لي كيف خاطر شنو هي اوبريتو شنو زوز متفاهمين انا نعرف عندنا شكون قبل خلطت عليهم ما ياخذ زوز وهم عايشين بالكدا اصحاب يبدو خايفين على بعضهم واحده كي تمرض الاخرى تمرض معاه العشره باهي ما يلزمش يجيبوا زوز متنقذين يكونوا قراب لبعضهم متفاهمين فهمتني بتعدى الامور خير النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج فهمتني قدوه اولين انا راه حل من الحلول سينو راه تدخل في متاهات اخرى لا بروف اني تو التعداد عالمي نسيت فوق الرجال يعني تقول انت تعدد زوجات هو الحل الوحيد باش انسي نوع من الحلول مش الحل الوحيد اما حل من الحلول المرأة تقبل عليه الأنانية مش باهي فهمت راجل عنده إمكانيات ما يفسد مثلا في اللي يسهر الكبريات واحد يا خمرة ثانية زوجة ثانية تكون عنده إمكانيات ما عندهش إمكانيات هذيك حاجة أخرى وحاجة أخرى توا غالب البنات توا قاعدة تخدم عندها شهريتها وعندها واحد يبدا راجل ولد حلال ويخاف ربي ينجم يجمع بين زوز مش باش نقولوا يا خو ثلاثة يعني زوز باش تنقص أنا هذا رأيي بورتون أب لي أربع بنات وديما نناقش الموضوع هذا لازم تو ولا يعملوها يقارنوها لمده معينه ومن بعد يرجعوها مش لازم مثلا تقعد على طول ياخذوا مثلا مده 10 سنين مثلا نعملوا تعدد زوجات حل من الحلول يعني كل 10 سنين يسيبوا تعدد لا 10 سنين هذوما قلت لكم يعني 10 سنين يسيبوا تعدد زوجات وبعد يرجعوا نشوفوا فيرا نعاودوا نشوف انت تتصور التونسيه تقبل امراه اخرى تدخل معها تشاركها في زوجها حبيبها والله نتصور بالضروره بالضروره ساعات تتلز خاطر تعرفوا الرجال يخون فيه تو تليفونات فيسبوك ودنيا اخرى عاد يبدو قدام عينها فهمت يبدو متفاهمين خير يبدا وراه متاكده كل امراه ولا راجل ستور راجل اذا ما عندوش اثنين عنده ثلاثه وما دامنا جبدنا على الخيانه الراجل اللي يخون في زوجته زعما كي ياخذ ثانيه يبطل الخيانه هذيك تولي في الاخلاقيات عاد انت الراجل ما قلنا عند الراجل يكون صالح باش ياخذ نساء على حلال ما نصورش كان يوصل باش هو خذ ثانيه في الحلال كان ينجم ياخذها في الحلال نحكيش على فئة من الرجال اللي طبع فيها غريزة وطبع فيها ما هذيك ديما يحب ماذا به كل مرة مرة جديدة فهمت أما إنسان عادل ويصلي وتقي يحب ياخذ مرة ثانية ويعدل علاش ليه؟ باش تعرس معناها يلزمك 8 سنين معناها تجمل الفلوس وشوف كم عرست فهمتني وتوا الطفلة عينيها محلولة تحب كرهبة ودار وفيلا في النصر وياهد فهمت وتوا أغلبية الشعب كلهم زويولة معناها فهمت كان خلطت على واحدة يتسمى عمل فار على الآخر معناها تسمى مش نورمال ما عادش الراجل يطالب معناها بتعدد زوجات منين؟ منين؟ يا ريت انا واحد باش نعرس فهمت؟ قاعد نخمم وما نجمتش فهمت؟ يا كان حيتها من مخي لحكي يعني عايش نسر وأني مشيت أني جيت فهمت؟ علاش النساء يطالبوا بتعدد زوجات؟ علاش نسبة من نساء توا ولاو يطالبوا بتعدد زوجات؟ ايه توصل عمرها 80 تلقى في القرد اش تهبها معناها؟ كهو تتعوش تتقوس فهمت وما تعرسش يتولي تحب التالب هي بتبيعات تحب العرس يعني للقضاء على العنوسة ساهيت ونحن كشباب ماذا بينا نعرسوا بخمسين أما منية الفلوس فهمت معناها كان خلطنا على واحدة وعيشناها السمية مش نورمال حاجة واو فهمت أما نحن كشوفت كنا شباب معناها زويولة
معناها كان سلكتها انا كان كليت قمت الصباح وجاوي بيه وعملت تيديج في الدار كبيت على الذم وياهد نسمى مش نورمال فهمت.